المجتمعين، المجتمع السياسي والمدني، وتتعاون مع بعضها بعض، مع بعضها البعض على حل الأزمة في بعديها، البعد السياسي والبعد الاقتصادي. وأعتقد أن هذا الطرح هو طرح يعني نتشارك فيه مع الإخوة في حمص. نريد النظر إلى المستقبل، النظر إلى المستقبل يكون بالتوافق على حلول للأزمة السياسية وأخرى للأزمة الاقتصادية والأصل وأخرى للأزمة الاجتماعية وغيرها، ولكن في مقدمة الحلول الحلول السياسية، ومفتاحها إصلاح النظام الانتخابي. ونحن كحركة إسلامية نشعر بكثير من المسؤولية بسبب ثقل التيار الإسلامي في المجتمع الجزائري، له مسؤولية كبيرة على حاضر البلد وعلى مستقبل البلد. والتيار الإسلامي هو تيار وطني، تيار يعتبر الوطنية التزام وطاعة لله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. البعد الوطني أصيل في التيار الإسلامي، ولذلك نحن حينما نفكر في حاضر ومستقبل الجزائر نحن نخدم بلدنا، نخدم هذا الجيل والأجيال المستقبلية، ونحن كذلك نريد أن نعمل وفق ضميرنا ووفق كذلك التزامنا الشرعي.